يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وأهلا بكل متابعي قناة مدرستنا 3 وبرنامج نقطة نظام. إن شاء الله حلقة تعجب بحضراتكم، ويعني أيام مباركة جميعا بنعيشها. أهلا بيك يا سامح، مساء أهلا الخير. بيك يا رب هدير، ومساء الفل هدير، ومساء الجمال والخيرات والبهجة على كل مشاهدينا. الحقيقة أن رمضان بيجري للأسف، يعني علشان كده احنا بنحاول نقدم لحضراتكم فقرات مختلفة ومهمة لكل اللي بيشوفونا. بعد إذن حضراتكم بقى وبعد إذن هدير، عايزين نقول عندنا إيه النهاردة. طيب نبتدي معاكم في الفقرة الأولى. هيكون معانا الحقيقة نموذج من النماذج المشرفة للمعلمين المصريين، قدر إن هو يحصل على عدد من الجوائز الخاصة بالتعليم. حصل على جائزة المعلم المؤثر والمعلم الرقمي، وكان آخر هذه الجوائز جائزة المعلم المؤثر، ويمكن دي جائزة بتمنحها منظمة AKS الهندية للمعلمين وللكوادر الإدارية المتميز. ضيفنا اللي هيشرفنا والحائز على هذه الجائزة هو الأستاذ محمود محسن. هنسمع منه كل التحديات اللي بتقابل المعلم علشان يتحول لمعلم رقمي، ازاي ده ممكن يحصل، وايه أهمية ده بالنسبة للعملية التعليمية. أما الفقرة الثانية بقى هدير، فهيكون ضيفنا فيها واحد من الشيوخ المحترمين والمثقفين والمجددين. هنتكلم معاه عن حلاوة شهر رمضان، وهنعرف كمان من خلال الفقرة دي إزاي نستثمر العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وعلامات ليلة القدر، وإزاي نقدر نستغل الحالة اللي بنكون عليها في شهر رمضان بعد العيد كمان. حاجات كتير قوي هنعرفها من ضيفنا الدكتور الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب وزارة الأوقاف. لكن بعد إذن حضراتكم هنروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيوفنا ونبدأ حلقتنا مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. من أسابيع قليلة فاز المعلم المصري الأستاذ محمود محسن بجائزة المعلم المؤثر والمتميز العام 2023 و2024، ودي جائزة بتمنحها منظمة AKS الهندية للمعلمين والكوادر الإدارية المتميزين على مستوى العالم. هنفهم أكتر عن الجائزة وليه بيتم منحها مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في نقطة نظام والحائز على الجائزة الأستاذ محمود محسن. ازي حضرتك؟ منور الدنيا. منور الدنيا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. الف مبروك الجائزه، ربنا يبارك في عمر حضرتك. ولو تشرح لنا اكتر ايه جائزه المعلم المؤثر دي، وهل هي بالترشيح ولا بالتقديم؟ لا، هي بالترشيح طبعا، بس هي قصه يعني مش المعلم المؤثر بس، هي جوائز كتير بتمنحها AKS. AKS هي المنظمه المسؤوله عن منح الجوائز للمعلمين. اوكي، دي في الهند. جوائز الشرفيه. هي منظمه هنديه. بس هم يعني الفيزا بتاعتنا يعني. اوكي. ففي جوائز كتير بتمنحها هذه المنظمه. انا خدت معاهم اكتر من جائزه، ودي رابع جائزه ليا معاهم. ايه اللي هم الجوائز يا استاذ محمود؟ يعني خدت معلم العام، وخدت المعلم المتميز، وخدت المعلم المؤثر، وخدت حاجات كتير قوي معاهم. طب يعني ايه بقى؟ يعني عايز بقى بص هقول لساعتك. ممكن يعني ارجع إيه شويه ورا؟ براحتك خالص. مش كده، لا هرجع ورا. هرجع ورا شويه لحضرتك. احنا طبعًا. انا 2014 خدت معلم العام في مصر بفضل الله يعني، واتكرمت طبعا من هنا في مصر، وطلعت مثلت مصر بره في 2015 مع شركه مايكروسوفت، هي اللي كانت ماسكه الموضوع يعني. رائع. حاجه اسمها معلم رقمي. يعني ايه معلم رقمي؟ وحضرتك استاذ ايه؟ انا مدرس لغه انجليزيه، مدرس اول لغه انجليزيه. من اسكندريه طبعا. فاحنا اشتغلنا في اسكندريه على القصه دي قوي. احكي لك برده، لما خدت جائزه مع مايكروسوفت، طلعنا مثلنا مصر بره في 2015 في المؤتمر الاعلامي مايكروسوفت، وخدت اول مره خبير تربوي على مستوى العالم في 2015. رائع. الموضوع الحمد لله بفضل الله، ما رجعنا من المؤتمر العالمي او المنتدى العالمي، بدانا ندرب زمايلنا المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم. تمام. كان في جاب كبيره جدا. بس قبل ما نرجع يا استاذ محمود وحضرتك هناك، يعني ايه الجائزه دي؟ ايه انا جاي لك معلم العام، يعني في ايه اصلا؟ ما هو ده سؤال. حاول لساعتك، حاول لساعتك. احنا خدنا التفريق ما بين المعلم العام والمؤثر. لا دي من الاول خالص بقى. نرجع تاني يعني على مستوى جمهوريه مصر العربيه. احنا بنقدم مشاريع. ايوه. تبع مايكروسوفت، ازاي ندمج التكنولوجيا في التعليم. كان 2014 و15 كان الكلام لسه في بدايته خالص، ما كانش في حد بيشتغل بالتكنولوجي خالص. كان السبوره والتبشيره او لو في حاجه بقى في واو بقى. ماركر بقى وبتاع الكلام ده. لا، احنا بقى خرجنا بره القصه دي وعملنا مشروع ازاي ندمج التكنولوجيا في التعليم. كان شويه حاجات بسيطه، كان شويه تابلت وبتاع وجروبات واتساب وبتاع والكلام ده كله، كان لسه في البدايات قوي يعني.
يعني رقمنه التعليم. ايوه احنا عايزين كنا عايزين نستغنى عن الشنطه اللي هي بعد كده تحولت في 2019 بقى المشروع التابلت اللي هو قصتنا او مشروعنا بفضل الله يعني من الاول يعني. اشتغلنا على القصه دي باقل الامكانيات بمعنى اصح. انا مدرس كنت في مدرسه مصطفى كامل الثانويه العسكريه مدرسه حكوميه والامكانيات فيها قليله جدا طبعا بحكم انها مدرسه حكوميه فاشتغلنا بجهود ذاتيه حضرتك والمدرسين قصدي كان معايا زميلي استاذ محمد الجميل شريك معايا في المشروع. تمام اشتغلنا الحمد لله بفضل الله لحد ما المشروع بتاعنا خد اول جمهوري ومثلنا مصر بفضل الله. لما رحنا هناك خدنا اللقب اول مره خبير تربوي دولي جلوبال ادوكيتور اكسبيرت. ما كانش لقب وخلاص، لا احنا بنجدد الرخصه كل سنه بنعمل مشاريع تانية عشان ناخد الرخصه ولو ما عملناش بتسحب الرخصه اند سو اون. فانا بفضل الله بقى لي 10 سنين دلوقتي جلوبال ادوكيتور اكسبيرت. بتحقق ايه المشاريع دي على الارض؟ مشاريع سعادتك الاول بدات مايكروسوفت عملت حاجه اسمها ليرنينج سويت او جناح التعلم للمعلمين، عملت شويه برامج او تطبيقات خاصه للمعلمين عشان يستخدموها داخل الكلاس عشان نقضي على مشروع الورق والكتب والكلام ده كله ونحول الموضوع للرقمنه. حلو. الموضوع كان بدائي في الاول كان 10 تطبيقات بقوا 20 بقوا 50 بقى الموضوع بيوسع لحد ما وصلنا للاي اي السنه دي. الموضوع بدأ من بلدي. ان انت تقنع معلم تاني ان هو يتخلى عن التحضير العادي او يتخلى عن شغله العادي او يخش شويه في القصه دي كان الموضوع صعب جدا. قابلناه لما احنا رجعنا، بس احنا الحمد لله كان عندنا ناس يعني اللي هم ماسكين بقى الاداره والكلام ده كله كانوا مؤمنين بالفكره يعني. حلو. بدايه من الوزير قررنا الوزير وقعدنا معاه وعايزين نعمل كذا كذا، تحولنا كل واحد لمديريات التربيه والتعليم بتاعته. فقعدنا مع وكيل الوزاره عندنا واتكلمنا معاه لحد مدير الاداره اللي هو كان مكرس نفسه لينا يعني. عملنا تيم كده مكون من 8 معلمين كلهم ناس افاضل وكلهم ناس محترمه، وبدانا نشتغل ازاي ندرب المعلمين على هذه الفكره. حلو. التطبيقات البسيطه دي ازاي تشتغل عليها، ازاي تطلع منها حاجه، وكل واحد بياخد التطبيق ويطوعه في الماده بتاعته او في المرحله التعليميه بتاعته اذا كان ابتدائي او اعدادي او ثانوي او ايا كان بقى انجليزي فرنساوي دراسات علوم وتيفر، بياخد الكلام ده ويحط فيه ويطبق الماده بتاعته. قالب واشتغل فيه زي ما انت عايز بقى. حلو. كان صعب جدا الاول ان المعلم نفسه اللي جاي يحضر التدريب ان هو يقتنع بالفكره طبعا. فاحنا كنا مثلا بندرب 100 بيطلع منهم 10 مقتنعين بالفكره وبيكملوا. فضلنا قعدنا 3 سنين لحد ما دربنا قطاع كبير جدا جدا في اسكندريه كلها، مش بس الاداره التعليميه بتاعتنا، لا في اسكندريه كلها. حلو. طبعا احنا كنا منحين نفسنا او كل حاجه كنا احنا بنحضر كل لكن كل سنه حضرتك بتاخد اللقب. ده شغل انا بقى. شغل بتاخد اللقب بفضل الله. بفضل الله. واللي بيطلعوا معانا بياخدوا اللقب. حلو. كخبير تربوي يعني بياخدوا عن طريق تقديم مشروع معين، يتقبل المشروع او يترفض، بس احنا كنا بنسبه كبيره ما لا يقل عن 60-70% من اللي بيتقدم بيتاخد. عارفين احنا ايه اللي بيتعمله فبنعرف نشتغل عليه كويس طبعا. ونساعد الناس اللي معانا ان احنا يعني ياخدوا معانا اللقب. حلو. وده كان دور حضرتك بتقوله لهم في التدريب مع مايكروسوفت يخليهم مقتنعين ان استخدام التطبيقات التكنولوجيه دي في التعليم هيفرق في العمليه التعليميه ويفرق له هو كمعلم. انا هرجع بس في نقطه ان احنا كنا بنعاني من القصه دي ما قبل كورونا. يعني ما قبل كورونا الناس كانت بعيده جدا عن التكنولوجي او بعيده جدا عن جت كورونا ساعدتنا رغم ساعدتنا كتير قوي. ليه بقى؟ لان احنا اشتغلنا قبل كورونا مثلا بخمس ست سنين، فاحنا كنا في الفيلد اصلا بنشتغل وعندنا تدريبات وي 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 وي. هرجع لحاجه تاني، في 2017 انا سافرت بره مصر فبقى كل الشغل بتاعي عايز استمر في التدريبات فاشتغلت اونلاين. حلو. ما كانش بقى الموضوع قاصر على مصر بس، فبدانا ندخل بقى معانا فلسطين، دخلنا معانا ليبيا، دخلنا معانا تونس ان سو اون، وبدا الموضوع ينتشر. فحطينا مسمى كده مبادره الحلم العربي نحو معلم رقمي. وش السعد دي مبادره؟ مبادره مش محمود بس، انا محمود بس، انا مؤسس المبادره، بس انا معايا ناس افاضل يعني على راسهم الاستاذه السبايبه من المملكه الاردنيه الهاشميه، هي اللي شايله الدنيا معايا يعني. حلو. ناس بتروح وناس بتيجي وناس بتقع منا وبتنسق. هدفها ايه بقى المبادره؟ تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم او دمج التكنولوجيا في التعليم او تحويل المعلم من معلم تقليدي الى معلم رقمي. معلم رقمي دي صدقني احنا محتاجينها يعني خلاص بقى الموضوع. عشان الناس تبقى فاهمه قول لنا كده ايه يعني عناصر اللي هي المميزه لمعلم رقمي؟ يعني احنا الواضح او اللي السهل بقى او الناس تفهمه ان احنا نخرج خالص بره
الورقه والقلم والكتاب والكراسه والكلام ده كله، يبقى كل حاجه عن طريق تطبيقات. بنربط بيها المعلم والاداره التعليميه والطالب نفسه طبعا اللي هو اصلا كل الشغل عشانه، وندخل ساعات ولي الامر معانا في التدريبات اند سو اون. كل عناصر او كل منظومه تعليميه تحت ايدينا في تطبيقات واحده او شغل يعني واحد. يعني تشركوا كل الناس في العمليه التعليميه، وكل واحد وليه الحته بتاعته، وكل واحد وليه التدريب بتاعه. وصلنا لحد اولياء الامور، وصلنا لحد الطلاب الصغيرين من تحت كمان اند سو اون. المشاريع اللي احنا بنعملها 100% الطالب، احنا بنوجه الطالب او بنكون انستراكتور للطالب بس. والطالب هو اللي بيطلع كل الانتاج. لو قدر المعلم انه يعمل حاجه زي كده خلاص بقى هو فعلا نجح في المشروع طبعا بتاعه. لكن انا عشان انا اجيب صحابي ونقعد نعمل مشروع فاحنا ما عملناش حاجه. احنا طورنا وعملنا، بس الطالب هو القصه كلها او المنظومه كلها قايمه على الطالب. لو قدرت توصل للطالب وتطلع منه انتاج بمعنى اصح، عجله الدور بتاعته، خلاص يبقى انت نجحت. صح. فاحنا كان كل شغلنا ازاي ندرب المعلمين الاول يتمكن هو من هذا التطبيق او من هذه البرامج، يقدر يكون متمكن منها عشان لما يشتغل بيها مع الطالب والطالب يطلع منها انتاج يبقى هو فاهم هو بيعمل ايه. تمام. الموضوع بفضل الله انتشر لكل ما هو ناطق بالدول العربيه، حتى موريتانيا، حتى كل الدنيا يعني طبعا الخليج كله. انا ممكن في الخليج. وفضل الله احنا خدنا احسن مبادره عربيه في 2022 بالشغل بتاعنا يعني بفضل الله، ومش محمود بس برضو، بكل الناس وكل الناس اللي معانا يعني مفيش حد فيهم. طب والمنظمه بقى بتاعت الهند، الناس دي بتراقبنا بقى. يعني الناس دي قاعده كده بتراقبنا يعني. ده جاب كام مراقبه حميده يعني. لا يعني مراقبه ازاي، ما يعني مين شغال؟ مين شغال؟ مين عنده شغل؟ هرجع تاني حضرتك برضو از ترينر بقى، انا ماستر ترينر مع مايكروسوفت، فهم عاملين لنا زي سكادول او زي موقع لوحدينا كترينر، بنخش بالكود بتاعنا بقول النهارده انا عندي تدريب اونلاين. في فيز للتدريبات دي؟ في فلوس بتدفع المدرسين بيدفعوها؟ نيفر. مجان ولا احنا بناخد ولا هم بياخدوا ولا حد بياخد. لو احنا مش مؤمنين بالفكره مش هنشتغل. يعني لو احنا فكرنا في القصه دي مش هنشتغل. احنا من اول ما اشتغلنا لحد ما نقعد قدام حضرتك فور فري تماما يعني. احنا بس بنحل على الناس عشان طب انت مستفيد ايه؟ طب انت بتضيع وقتك ليه؟ عشان كده كان في ناس بتقع مننا في النص ان هم بيزهقوا او بيقول لك لا انا خلاص انا عايز دخل او وات ايفر يعني. فالحمد لله ربنا رزقنا الحمد لله ولينا دخلنا الحمد لله، فاحنا بنشتغل ده في تراك تاني جنبه. رائع. وربنا مرضينا الحمد لله زي الفل. وفي يعني حاجات ادبيه لازم كتير، لازم يبقى كل حد ليه حاجات ادبيه مجتمعي. كتير قوي يعني ساتسفايد او يعني انا الحمد لله بفضل الله. فاحنا بنشتغل على القصه دي، دربنا معلمين في كل حته، وعندنا حاجه اسمها امباسادور او سفير في كل دوله من دول، بيكون هو الكوردينيتور مع المبادره في الدوله بتاعته. طب انا قبل المستوى الدولي عايز اعرف مدارس اسكندريه استفادت ازاي من المبادرات دي؟ عملنا شغالين على لو في ارقام معينه، لو في حصص المدارس اللي دخلتها هذه احنا خلصنا ما لا يقل عن 7000 معلم سكندري تم تدريبه او تحويله من معلم عادي او معلم تقليدي لمعلم رقمي ما قبل كورونا. رقم كبير طبعا. الموضوع بعد بقى كورونا الرقم تضاع. بس احنا كنا لنا رياده فريق اسكندريه ده كان نمبر 1 على مستوى الجمهوريه، لان مفيش حد اخذ الخطوه وتعب نفسه بمعنى اصح انه ياخد الخطوه دي او يشتغل على الشغل ده قبل. احنا يعني الحمد لله فضل لنا الناس اللي معانا كانت ناس محترمه جدا، والناس كانوا مؤمنين بالفكره وانطلقنا. انا بقى اللي سبتهم وانا اللي يعني عشان بحكم سفري يعني وكده، فعملت موضوع المبادره لوحدي. الناس بقى اللي بيراقبونا الاي كي اس دي مبادره او اسف مؤسسه او منظمه عالميه، هي رقم واحد لمنح الجوائز على المستوى العالمي بمعنى اصح. هرجع تاني للنقطه بتاعه المدربين، انه احنا النهارده مثلا انا عايز اعمل تدريب ويكون تدريب سيرتيفايد يعني او كريديتد يعني حاجه يعني موثقه بمعنى اصح. فبخش انا ليا كود كمدرب مثلا، بقول النهارده انا هعمل تدريب حد فيه كذا، هشرح فيه كذا، هستخدم تطبيقات 1 2 3. العدد مثلا المتوقع مثلا بيكون مثلا من 400 ل 600 مثلا، بكتب من الى، وبعدين بكريت التدريب بتاعي بيطلع لي كود يعني كود التدريب ده. بعد ما بخلص المحاضره بتاعتي بدي المتدربين الكود ده. هو بياخد الكود وبيفعله عنده، فبينزل له شهاده من مايكروسوفت محاضره تدريب عدد ساعات كذا كذا كذا، ويسمع عندي انا كمتدرب ان الراجل ده اتدرب على ايدي. فبيعد بقى 1 2 3 اند سو اون. فبفضل الله بفضل الله يعني خدت جلوبال ادوكيتور اكسبيرت بالطريقه دي في 2020.
ودي تأثيرها إيه على الطلبة بقى نفسه؟ الطلبة المفروض الكلام ده بره كويس يعني. احنا هي مشكلتنا الجاب بين اللي احنا بنتكلم فيه وان احنا نشتغل جوه الفصل كده. انا عشان اشتغل جوه الفصل نطبق يعني. كان عندنا حد محترم ربنا يديله الصحه، دكتور طارق شوقي، انا بذكره بكل خير لان الراجل ده كان معانا في 2015، كان مساعد وزير او كان مستشار وزير، وكان معانا في اول مره بناخد خبرته. فهو احنا كان معانا وبنحكي في المشاريع بتاعتنا وبتاع نسقن، لما مسك وزير طبق فكره التابلت. اللي الناس عملت كل حاجه في الدنيا عشان تفشلها. يعني الناس اجتهدت جدا عشان تفشل المشروع ده. هل دي مقاومه للتغيير بس، ولا هي الاساليب القديمه الناس تعودت عليها وما عندهاش استعداد تشوف يعني الدنيا بيحصل فيها؟ احنا عايزين نقاوم الميديا، مش عايزين احنا مشكلتنا الميديا، ان احنا ترند والكلام الكتير وجروب المعمز والكلام ده كله هو ده اللي مفشل الدنيا. انا ما ينفعش اروح للدكتور مثلا واقول له انت اعطيني الدواء اللي بتعمله ده، ايه الدواء اللي انت اعطيه لي؟ يا اما سلمه لنفسي واسيب الموضوع كده هو، يا اما ما رحلوش. وانس ان انا رحت له خلاص ادي العيش الخبازه زي ما بيقولوا. احنا مشكلتنا في مصر ان الناس بتتكلم في التعليم بعاد عن القصه او بعاد عن الفيلد. ايوه، اي حد بيثرثر على يعني على اي موضوع. انا بحاول انقل الفاظ، بحاول اجمل الموضوع شويه، بس هي دي مشكله التعليم في مصر، ان الناس كل حد بيتكلم. ايوه، انا هكلمك بلسان حال اولياء الامور. النظام الجديد ده لسه هتجربوه، هما بيقولوا كده في اولادنا. طب ليه ما بيتمش عرض المشاريع بشكل مش مقنع، بس بشكل يبين مميزات النظام الجديد ده لأولياء الأمور على مستوى المدارس، فما تلاقيش المقاومة دي؟ بالعكس، احنا درسنا حاجة اسمها مناهج تعليم ونظم تعليم، وده يعني احنا كان ده احنا درسين واحنا في كلية التربية. لما اعمل نظام تعليمي بمعنى صح، او اغير نظام تعليمي، او اجدد نظام تعليمي، او اعمل ابجريد لنظام تعليمي، لازم على الاقل اخد مرحله كامله. يعني دكتور طارق لما عمله عطاه لاولى ثانوي مثلا عشان ياخد اولى وثانيه وثالثه ويبقى عارف القصه ماشيه ازاي، واشوف الدفعه اللي بتاعت اولى دي بعد ما تخلص ثالثه اقيس بقى النظام بتاعي. ما يسوش في اولى، ما اقولش اولى لا، ايه بقى اللي حصل وايه اللي عطل الدنيا الكلام ده كله، واعمل بقى ايه يعني صح واقوم واعمل الكلام ده. ندرس التجربه ناس فوق دماغه دب 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 الموضوع. ويروح مثلا المدرسه لا ما فيهاش نت مثلا، طب هو ماله؟ نور قطع، انا مالي؟ فاهمه سعادتك، انا بعمل سيستم ولازم الناس كلها بس تمشي. انا هقول لحضرتك لازم يبقى عندي برضه بنيه تحتيه جاهزه. اصل النجاح يا استاذ محمود موجود، بس احنا بالمفتاح بنفتح المفتاح ونطلعه عشان انا عايز انجح وعايز افشل. لا، هو النجاح حسن استخدام المتاح، وده اللي احنا عملناه لحضرتك. الصاروخ الفضائي ده احنا هنطلع كذا، ومفيش اصلا صاروخ فضائي اصلا. والله في، انا بص انا عايش بره، بقول لحضرتك ان اللي منجح النظم التعليميه بره مصريين. ودي حاجه تحزن يعني، اللي منجح النظم التعليميه بره في الدول العربيه بره والله مصريين. فده عيب. لا ده من زمان، دي مش حاجه جديده. يعني ازاي؟ طب ازاي ايه الفرق؟ طب شويه بنيه تحتيه وشويه فلوس، ما احنا ممكن نشتغل باي حاجه، احنا متعودنا طول عمرنا احنا بنشتغل باي حاجه. فالمشكله حضرتك فينا احنا، ان احنا بنقاوم التغيير كبعض المدرسين وبعض اولياء الامور. هقول بعض، انا مش عايز اتغير، انا عايز ابقى مدرس تقليدي وبتاع اروح امضي واخلص التغيير زي ما هديت بتقول. موضوع موضوع انا عايز اقول لحضرتك، موضوع في جهد. في جهد، بس انا مش عايز على معلم مثلا عنده 30 40 سنه دلوقتي تقول له لا كل اللي اتعلمته ده سيبه كده على جنب، تعال نتعلم حاجه جديده. والحد اولياء امور كان مثلا اتخرج عنده طالب ولا حاجه وداخل ابنه الثاني، فانت هتغير النظام، طبيعي يكون في مقاومه. لكن هي الفكره في عرض الموضوع عامل ازاي، لانه في الاخر هو شريك في العمليه التعليميه. ما اختلفناش يا فندم، والله ما اختلفناش. بس انا يعني في بعض احنا نعتبرها مثلا نعتبره قرار سيادي مثلا او امر سيادي مثلا، نشتغل عليه ونبص بعد 3 سنين ايه اللي حصل. احنا كنا في سنه واحده يعني، احنا انا ولي امر برضو يعني، انا كمعلم ولي امر، ما انا عندي وعندي ولادي نفس القصه برضو. طب هنفضل كده لحد امتى؟ هنفضل نقاوم التغيير لحد امتى؟ عندنا نجاحات والناس بتنجح، ومش محمود بس، احنا في منا كتير قوي. هنستغل الكلام ده امتى؟ يعني احنا عايزين ندرب اولياء الامور زي ما بندرب المعلمين. علشان كده علشان كده استاذ سامح، احنا بنعمل لهم محاضرات خاصه ده مهم عشان تثقيف لاولياء الامور، عشان يعرفوا احنا بنشتغل ايه والكلام ده كله، والناس اللي بتسمعنا او الناس اللي بتشوفنا او الناس اللي بتتابعنا
بنغير عندهم الكونسبت بتاعهم، فاهم ساعتك يعني. في اللي بيستجيب، اللي عايز يسمع بيسمع، واللي مش عايز يسمع بسد ودنه. طب حضرتك كولي امر، ايوه يا فندم، لو ابن حضرتك جه وقال لا انا السنه دي في يعني السنه دي مش كويسه والمواد والحاجات، طب انا متابع حاجه وسمعت ده من اخرين اقرانه، يعني ما هوش بس هو اللي ايه اللي قال ده، تصرف حضرتك في اللحظه دي هيبقى عامل ازاي؟ طب انا هقول لك على حاجه اكتر من كده. انا متابع الموضوع اصلا، يعني متابع الموضوع في مصر، في كوارث بتحصل في المدارس اليومين دول، ان المدارس فاضيه. عارف يعني ايه مدارس فاضيه؟ مدارس فاضيه يعني الفصول فاضيه، يعني نسبه الغياب كارثيه، مش مجرد لا كارثيه كارثيه، اكننا في كورونا. طب انا حتى وانا كنت قاعد في البيت ما اختلفناش ان في دروس، في دروس هتبقى 100% دروس خصوصيه. لا طبعا هو ده اللي حاصل دلوقتي 100%. ف يمشي الكلام ده؟ احنا مالناش لازمه؟ لا طبعا. على فكره كنت مدرس وبدي دروس خصوصيه والدنيا لذيذه على فكره، يعني انا مش انا مش بره، مش بحارب الكلام ده او لا، مش دي القصه. لازم يكون في نظام، ولازم يكون في مدرسه، ولازم يكون في كل الكلام ده، وبعدين اعمل اللي انت عايزه بعد كده. طيب في نقاط كده حضرتك شايف ده يتحل ازاي؟ يتحل ازاي؟ لازم ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. لما في واحد بيسوق هو يسوق للاخر. انا بركب مع سواق ما اقولوش بقى نزلني على جنب عشان انا كده سواقتك مش عاجباني فنزلني على جنب. ما ينفعش. لا، في واحد سايق، انا من وجهه نظري مع احترامي لكل اللي مسكه، دكتور طارق كان ماشي كويس قوي في الحته بتاعتنا، او في موضوع في موضوع المعلم الرقمي كان ماشي كويس قوي فيها، بس الناس ما عجبتهاش السواقه يعني. احنا مش لا مش ف او عايزين نوصل للهدف، لنفس الهدف. مين عايز يوصل بس واحده واحده؟ ايه هو هدفهم؟ نعرف الهدف. مين في تطوير؟ مين اللي بيحط الهدف يا فندم؟ مين اللي بيحط الهدف؟ يعني احنا كوزاره بنحط الهدف، ولا ولي الامور وجروب المامز اللي بيحطوا الاهداف؟ هي دي القصه. ان احنا لازم نبعد الناس دي شويه ونسد ودانا شويه عن الميديا وعن اللي بيتقال عن الكلام ده عشان نعرف نشتغل. او حسن التعامل معاه، مش مساله نسد ودانا، لكن هي حسن التعامل يعني. هنقولها مش هنقولها كده، لانه في النهايه الكل خسران لو ما سمعناش بعض. فهي فكره نسمع بعض، يكون في هنسمع بعض قواعد يتم اتباعها باستماع شديد لكل المتغيرات اللي بتحصل حوالينا، واشراك لكل اللي تهمه او يهمها تنجيح العمليات التعليميه في مصر. اللي انا اقصده يا فندم ان ما ينفعش نظام تعليمي تحكمه الميديا بكل تاكيد، ولا اي حاجه تحكمه، ولا اي حاجه اصلا. بالظبط يعني فاهمه سعادتك، انا ما مشيش مع ترند. لا احنا مش ترند. صحيح. احنا نظام تعليمي وبنبني وبنعمل شغل كويس. ما تجيش انا اعمل لك تورته تقول لا التورته لا اصلا كريمه، هدي التورته كلها تعبان فيها وعامل فيها شغل جامد وصرف عليها فلوس كتير وي وعشان انت ما بتحبش الشوكولاته او ما بتحبش الكريمه بوظت لي التورتيه كلها. فده بالظبط اللي حاصل. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ. ربنا يبارك في عمر سعادتك. ربنا يبارك لك على الجائزه، ربنا يبارك في عمر سعادتك. كل سنه وحضرتك بخير وانت بصحه وسلامه، وانا سعيد جدا اني كنت معاكم النهارده. ربنا يخليك ومزيد من التوفيق يا رب، ومزيد من الجوائز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الرحمن. اشكركم جدا. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مستمرين في حلقه. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. دايما يمكن كلنا بنحس ان الشهر الكريم بيعدي بسرعه، احنا خلاص وصلنا للثلث الاخير من شهر رمضان المبارك، يعني رمضان خلاص كمان قرب يخلص. وحقيقه العشر الاواخر بيبقى ليهم روحانيات خاصه جدا عند كل الناس، كل الناس تبقى عايزه يعني تستفيد وتستمتع بالعشر الاواخر على قد ما تقدر. وطبعا فيهم ليله القدر، ربنا دايما يعني يوصلنا ليله القدر ويحسسنا بليله القدر ويمتعنا بليله القدر، وليله هي خير من الف شهر. هنتكلم مع حضراتكم عن كل حاجه بتيجي في دماغنا، ونتكلم عن التدين الشكلي، ونتكلم عن التعصب، ونتكلم عن تجديد الخطاب الديني، وغيرها كتير من الملفات المهمه اللي بتهم ناس كتير، مع ضيفنا نورنا ومشرفنا النهارده في الاستوديو الشيخ خالد الجمل الداعيه الاسلامي والخطيب بوزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك. اهلا فندم. كل سنه وحضرتك بخير. حضرتك بخير يا فندم. منور الدنيا يا شيخ. منورك يا فندم، الله يحفظك. بس انا اسمح لي، انا يعني معجب جدا، انا اسف يعني بالتركيبه الشخصيه بتاعت حضرتك. يعني حضرتك مش تواضع رجل دين بس، لا ده حضرتك ومش خطيب بوزاره الاوقاف بس، ده حضرتك كنت دارس قانون. نعم. يعني زمل يعني. طبعا طبعا. وحضرتك دارس هندسه وبطل من ابطال السيارات. صحيح. وموسيقى. أيوة. ودارس موسيقى. مظبوط. ايه الحكايه؟ يعني انا ابدي اعجابي. العفو يا فندم، الله يحفظك من تواضعك. بس ايه الحكايه بقى يا شيخ خالد؟ بعد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، هو ببساطه شديده ما عندناش فقيه، ما
ما بيعملش حاجه او ما بيعرفش حاجه غير الدين بس، ما عندناش. الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه المتوفى سنه 150 هجريه كان تاجر حرير. الليث بن سعد المتوفى 161 هجريه كان تاجر العسل، والليث امام اهل مصر الناس عارفاه يعني. وفقهاء كتير، الامام مالك كان تاجر، والامام احمد بن حنبل كان تاجرا وكان بيشتغل في تنقيط وهو صغير الحبوب والحاجات في الحقول. ما عندناش شيخ او فقيه، احنا بنحاول نقلد طبعا سيادنا الفقهاء، ما عندناش شيخ او فقيه لا يعلم الا امور الدين فقط، ما ينفعش. لان المخاطب بالسلعه اللي عندك هو في الدنيا، وطبعا طبعا بعض الناس هيتخض من كلمه سلعه دي. ده الحديث اللي قال كده مش انا والله، سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الا ان سلعه الله غاليه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا اللفظ، صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا اللفظ الكريتيكال، حاجه حرجه جدا، حاجه لو سمعتها دلوقتي تقول لك ايه ده، انت بتشبه الدين بانه سلعه، انتوا عايزين تعملوا سلعه. لا، سلعه بالمعنى المفهوم. النبي يكلم عقلاء طبعا بالمعنى المفهوم الذي يتسق مع قدر النبوه ورفعه الدين. سلعه يعني ليها السبيكس او مواصفات السلع، ليها ماركتنج، ليها برزنتيشن سكيلز او مهارات عرض، ليها دراسه علميه. ازاي النهارده احنا لما بنيجي نعمل مثلا اي حاجه ليها خاصه بالبيزنس او الماركتنج او الحاجات دي، لازم تعمل بلاننج او تخطيط كامل طبعًا. ازاي ما نعملش للدين كده؟ لازم تعرف انت بتخاطب الناس انهم كام سنه، كبار ولا صغيرين، شباب ولا فانهي كوميونتي، الشريحه اللي انت بتقصد ان انت تخاطبها، المجتمع مين، خطاب الستات، حتى غير الاسلوب طبعا. لما اروح في مجمع لغه عربيه ما ينفعش اكلمهم باللغه دي. لما اروح عند اهلنا في الريف ما ينفعش اقول لهم ولقد محص الله نبيه، فهو مش هيفهم يعني ايه محص دي. فانت لما تروح تقعد مع الشباب يعني اراد الله لهم انهم يتكلموا عربي يعني قليل جدا، هيتوه منك. هيقعد في صلاه الجمعه هو بينام لغايه ما تخلص الدوشه اللي هي خطبه الجمعه دي بالنسبه له يعني هي دوشه. هيخلص الصوت ده ويصلي ركعتين ويمشي. فلا لازم. طب ايه اللي يخليه يسمع الخطيب؟ ايه اللي يخليه يسمع الخطيب؟ الشباب اللي بتدرس في مدارس ممكن ما تكونش مدارس مصريه، نعم، واهاليهم بيبقوا عايزينهم على اتصال بالمساجد ويروحوا ويقعدوا، معظمهم زي ما حضرتك بتقول كده ما بيسمعش الخطبه. نعم. واحنا هنا ده الموضوع ياخدني لتجديد الخطاب الديني. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر بيقول عنه: واذا خطبت فللمنابر هزه تعر الندي وللقلوب بكاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشاعر بيقول عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بمهارات العرض اللي لسه كنت بقول لسيادتك عليها، البرزنتيشن سكيلز. ازاي لما تحب تنصحني ما تزعقليش، انما الفت نظري باسلوبك او بالمثل. تخيل لما القران يقول عن ربنا جل وعلا: مثل نوره كمشكاه. دي حاجه تلفت النظر طبعا. ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، كلام مش كانت على عاده العرب. وفي حاجه في الاساليب القران، حاجه مثلا اسمه اسلوب التنزل في الخطاب. التنزل في الخطاب ولا التنزل؟ التنزل داون. التنزل في الخطاب. اما اقول لك مثلا انا احرف من بيبو، فانت المفروض تقول يا عم ازاي احرف من بيبو ازاي. شوف بقى، انت لو حضرتك عايز تقنعني جامد قوي وتثبت ان انا غلط قدام الناس، تروح قايل لي قول لي طب يا سيدي سلمت معاك ان احرف. شفت انت عملت ايه؟ انت جريتني على قد عقلي ووافقتني. ربنا مثلا لما يقول: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. الله، ده القران بيقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. فده اسمه اسلوب التنزل في الخطاب. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا. الله، القران استنى ودعوهم، ودعوا مين؟ هو مفيش حد شركاء اصلا. مظبوط. فلازم تلفت نظر اللي بيسمع الدين كده. انما انت هتقعد تقول له نصوص قرانيه فقط او احاديث، ما هو مش معاك. هو مش عارف الامام البيهقي ده ايه، مين، ما عرفش ينطق الاسم اصلا. ويعني من ضمن الحاجات برضو، عارف لما واحد يقعد يكلمك الماني وانت مش عارف الماني، ما هو مش كوميونيكيشن، مش هيحصل. صح. فانت وشفت السلعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها: ان سلعه الله غاليه، دي بضاعه، حاول انك تسوقها زي ما انت عايز تبيع. تبيع، اقصد اقول انك كوميونيكيشن. صح. انك تصل الى غيرك. وده الهدف يا شيخ. مش ان انا استعرض ان انا شاطر في اللغه العربيه في اللغويات، او شاطر في الفقه او حديث او التفسير. انا بقول للناس دايما: يا جماعه، مواقع البحث جوجل تعمل عليه اي حاجه احسن من اي شيخ حافظ كل حاجه. بس في نفس الوقت، انا اسف للمقاطعه، نعم، في نفس الوقت
ممكن حد شيخ يفهم كلام حضرتك ده بس الاكستريم قوي الاقصى حاجه اللي هو ينزل قوي فتحس ان هو ايه ده يعني مش رجل دين المفروض يعني يبقى فيه. طيب خلينا بما ان حضرتك ذكرتها يعني نقول نضبط المصطلح. عندنا في حاجه لطيفه قوي في كان الله يرحمه شيخي كان علمني حاجه يقول لي مثلا عن ضبط الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تستخدمش ضمير المخاطب الغائب مع النبي بس صلى الله عليه وسلم. بص هتلاحظ دايما انا خلاص لساني بقى صلى الله عليه وسلم على طول ما تقولش اصل هو كان يقصد لا هو دي لا قول اصل هو صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم قال لا قول هو صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم لازم تقول. فضبط المصطلح مهم. احنا في الاسلام ما عندناش حاجه اسمها رجل دين خالص مفاجاه مش كده اصلا خالص خالص رجل دين دي يعني الدين حكر عليه وهذا ليس صحيحا. سيدنا عمر بن الخطاب كان يطوف مره بالكعبه فلقى واحد بيقول اللهم اجعلني من عبادك القليل اللهم اجعلني من عبادك القليل فسمع كده الدعاء غريب قليل غريب قوي فانتظروا لما خلص الطواف وقال يا اخي سمعتك تدعو بدعاء لم اسمعه من قبل من هم عباده الله القليل قال اولم تقرا قوله تعالى ومش عارف عمر بن الخطاب ما فيش فيسبوك زمان مش مشهور تلاقيه جاي من سمرقند ولا جاي فقال اولم تسمع تقرا قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور فكانه سيدنا عمر اول مره كانه فقال ويحك يا عمر كل الناس اعلم منك ده عمر بن الخطاب يا الله فشايف ال 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 التواضع عند الناس دي وقبول المعلومه ما عندناش مشكله ان انت تقول معلومه او اتعلمها منك فالدين مش حكر على حد عشان يبقى رجل دين يعني يجب ان يبقى اللي بيدرس دين يدرس يعني اشياء اخرى او على الاقل يبقى عنده ثقافه عامه. حلو سؤال حضرتك جدا خلينا نقول يجب بيه في حال اراد ان يتعرض الى الدعوه عامه يعني هب ان رجل اراد انه يكتب كتب يؤلف يا سلام عندنا اسامي بس مش عايز اقولها يعني اسامي اساتذه في كتابه الكتب تقرا الكتاب منهم يعني كان الراجل قاعد يكلمك انما ما يقعدش معاك يقول لك المعلومه مش تقدر تكلمش العوامل مش هتقدر ماشي كنت عايز اصلح لفظ العوام ده بس مشيت عشان خاطر حيت في رمضان يعني في 10 الاواخر احنا يعني لا اقصد الناس العاديه يعني لا عفوا لا انا اقصد اقول كلمه العوام احناش اهل علم لا لا يا فندم لا لا يا فندم العفو لا بالعكس ده انا كنت هسجل اعتراضي على كلمه عوام دي لان يعني هي صحيحه في المعنى انما الدلاله بقت وحشه في فرق بين المعنى والدلاله نبقى ممكن لو تحب نشرحه يعني لكن دلاله كلمه عوام دي يعني انتم بتفهموش حاجه لا بقى الولد اللي دارس في الجي او سي ولا الاي او سي وقرا كتب قد كده مش هيفهم زي يعني مستحيل هو ده اللي عاوز اقربه للناس ان مفيش حكر على من يسمى برجل الدين لا الاسلام ممكن في اديان تانية اوكي انما في الاسلام لا كل يؤخذ منه ويصيب الا زي ما الامام الشافعي قال اشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الا صاحب هذا المقام الا الامام احمد بن حنبل لما كان يسال عن مساله فلا يعرفها يقول ايه يقول يقول الشافعي كذا ده هو احمد بن حنبل والله يقول سمعته الشافعي يقول شايف ما فيش عندنا الامام الشافعي مره ومعروف في مذهب الشافعية أنك لما بتصلي اللي هي عندنا مشهورة قوي في الفجر في صلاة المصريين في الركعة الثانية اللهم اهدنا في من هديت دعاء القنوط الدعاء الجميل ده فالإمام أبو الشافعي كان بيصلي مرة في المكان اللي فيه سيدنا دفن فيه الإمام أبو حنيفة فهو بيصلي فمش من مذهب الأحناف القنوط في الصلاة فلقوه بيصلي وهو راح ما دعاش القنوط بتاعه يعني ماذا بالشافعيه القنوط في الصلاه والدعاء الركعه الثانيه راح ساجد فبعد ما سلموا قالوا يبقى نسي ما الانسان بينسى في الصلاه فقالوا يا امام يعني لقد نسيت الدعاء قال لا والله لم انسى قالوا له طب ازاي ده انت من مذهبك الدعاء في القنوط في الركعه الثانيه قال وكيف اخالف ابو حنيفه وابي حنيفه وانا عنده فعش. عشان كده قالوا يا شيخ لما الامام الشافعي جه مصر ابتدى يغير شويه موضوع من كبير. صح تخيل بقى الموضوع ده حصل في عصرنا دلوقتي كان قال لك هل قبض الشافعي الثمن هل هو قليل العلم فرجع عن كذا وكذا الامام الشافعي فقه قديم والحديث عنده غير الفقه منها مثلا انه كان يرى ان التبن والملح ما لهمش زكاه الايه التبن والملح ما لهمش زكاه من اللي هناك مرميين في الشارع في العراق في المكان اللي كان فيه ما فيش ليهم قيمه فلما جه الامام الشافعي هنا
لا زحمه ايه يا جماعه المكان هناك ده؟ قالوا له ده سوق التبن والملح. قال لهم لا ده فلوس عندكم. فخلى عليها الذكاء، ذكاء في مصر شايف الفقه. طب واحنا كنا بنتكلم على تجديد الخطاب الديني السنه دي، في برنامج يعني الاباء والامهات مبسوطين بيه بشكل كبير جدا. نعم. نور الدين لل للدكتور علي، الدكتور علي جمعه. وطبعا لما عالم جليل زي علي جمعه يقعد يكلم الاطفال وهم مش اطفال، مراهقين يعني، بعلمه ده وينزل ليهم ويسمع افكارهم من غير تعصب ومن غير تطرف ومن غير خوف ومن غير ترهيب وببساطه شديده، ده شيء يعني عبقري بصراحه. طبعا طبعا. وانا الحقيقه بشرف ان انا كل يوم بكتب عن البرنامج، يعني تحليل الفتاوى اللي بتتقال، بشرف بذلك يعني في احد المواقع الكبرى يعني. فانا متابع جيد يعني لما يقال. وهو الحقيقه الدكتور علي جمعه عنده يعني ادوات الاجتهاد دي. واحد كذا ما طبعا بعض الناس للاسف اللي متعودين على الراي الواحد والراي الجامد، يقول لك هو ازاي ويعمل كده ومن سبقه بهذا، الكلمه دي هتسمعها دايما. ده انا حاسه ان احنا اتاخرنا كتير في الفكره دي. صحيح. يعني صحيح. بصراحه الفكره دي لازم تكون، لانه احنا جوه البيوت على قد ما نقدر بنحاول نعلم دين، لكن مش هنيجي زي شيوخ زي الشيخ علي جمعه لما هو يكلمهم ويسمع منهم ويحسوا انه في حد هم ملتفين حواليه. صح. شيخهم سواء الدكتور علي جمعه او غيره بيسمع لهم بافق واسع بعصريه شديده، يعني لانه الموضوع محتاج انه تعاصر اللي بيحصل عشان تعرف تقرب منهم وترد على فتاويهم. اللي كتير على السوشيال ميديا دلوقتي بيقتطعوا اجزاء من البرنامج ويعترضوا على العالم علي جمعه. هو الحقيقه الـ 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 الامام سفيان الثوري، وحركه تلاقيني بقول سفيان الثوري كتير لان انا بحب الراجل ده قوي. من الناس اللي هي كده يعني كانوا فاهمين قوي ازاي يقدم الفتوى او الفقه. فكان يقول لك انما العلم الرخصه، ده قول سفيان الثوري، يقول لك انما العلم الرخصه. العلم الرخصه. اما التحريم فيجيده كل احد. صحيح. ممكن اقول لك الساعه دي حرام، حاجه في الدنيا حرام، المج المحطوط ده، الكوبايه حرام، اللمبه دي عشان لم تكن على عهد رسول الله، ما سجله يا اخي برنامج الصبح، اي حاجه تقولها. فقال لك انما التحريم فيجيده كل احد. انما ايه شطاره العالم عارف كده؟ لما مثلا قارنت لك لعيب بمحمد صلاح. هو ليه محمد صلاح تفتكر الناس اللي بره دول اغبياء ما بيفهموش يعني؟ لا ابدا طبعا. في حاجه صح؟ ايه هي الحاجه؟ انه عنده اللي ما اتقنوش غيره، بيعرف يقف كويس في الملعب. مزبوط. بيتمركز ازاي، بيشوف زمايله، حاجات اهي تانية محتاجه تدريب غير الكوره. صح. الفقه كده. ايه الشطاره؟ انك تقول لي ازاي حاجة كانت حرام نقدر نخليها حلال. طبعا الجملة دي ممكن بعض الناس ياخدوها يقولك الله ده بيفصل. أقول له والله إحنا شغلانتنا كده كشيوخ إن إحنا نفصل الفتوى إنها تكون صح بما لا يتعارض مع كتاب الله. لأن ربنا بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني ممكن الفتوى على حسب الدولة أو البيئة الجغرافية والشخص أو البيئة والظروف والوقت اللي ينفعني ما ينفعش سامح واللي ينفع سامح ما ينفعش. طبعا والله ببساطة شديدة يقول لك إيه، لا يقول لك لا ده لكن في حدود للدين. طبعا ما هو لا يفتي إلا اللي دارس إلا اللي عارف. ما قلنا في أول الحوار مزبوط. ما لفتش نظرنا إن اللي درسوا دين من فقهائنا وعرفوا الفقهاء الدين اللي عرفوه ده كانوا يعرفوا مع دنيا كمان. لازم يلفت نظرنا ده ليه؟ علشان يعرف يتعامل ويشرح لك ويفتيك. الإمام سيدنا عبد الله بن عباس، هتعجبك قوي دي، سبحان الله. عبد الله بن عباس قاعد وجنبه أصحابه اللي بيكتب معاه، ما كانش فيه الورق الـ A4 بقى، اللي معاه عظمة ولا معاه خشبة ولا. فدخل واحد، ناس بتسأله كده في الطابور، فقال يا إمام، واحد بيسأله، قال القاتل توبة؟ وبص له كده، قال نعم للقاتل توبة. فتمام. دخل واحد تاني وثالث وخامس وسادس، فدخل واحد كمان، قال يا امام للقاتل توبه؟ وبص له قال له لا ليس للقاتل توبه. نفس السؤال، نفس السؤال بنفس القعده، نفس القعده. فلما خرج قالوا يمكن الامام نسي سيدنا عبد الله بن عباس وحبر الامه. عبد الله بن عباس طبعًا ده يعني طبعًا تعلم طبعًا في حجر النبوه طبعا. فقالوا يا امام يعني لعلك نسيت؟ قال لا، اما الاول نظرت في وجهه فوجدت في عينه انكسار. ده قتل خلاص، قتل خلاص. التاني رايح يقتل، التاني رايح عايز ياخد البرميشن، عايز الختمه بتاعتك. صحيح. فلو انت ماشي ومغمض عينك تقول لا ده لازم، ده غلطان، بياكل بمكيالين، بياكل بمكيالين. لا الفتوى مش كده. الفرق بين الاختلاف والخلاف ايه؟ حسبه بسيطه بقولها للناس نتعلمها. 2 في 5 بكام؟ 10. و5 زائد 5 كام؟ 10. و3 زائد 7 كام؟ 10. إنما 3 زائد 1 4. ولا يزالون مختلفين. الاختلاف هو أن تصل إلى نتيجة واحدة. الخلاف ده رقم تاني خالص.
انت شفت جبنا كام 10 نهايه ثانيه خالص رقم 10 وصلناه بعده الطرق. هو ده الدين بقى. السفيان الثوري بيسالوه وده يمكن راي بعض الناس هتتخض لما تسمعه لان احنا طول عمرنا سمعناه وهذا ليس صحيحا. بيقولوا له على المرتد، انا لو سالت حضرتك سمعت ايه في الموضوع ده مش هتقول لي غير حاجه واحده، ان سمعنا انه يقتل. والله ما كده. في بعض الناس ما نعرفش، عارف اللي هو مستر اكس ده اللي قاعد مديك ظهره في الافلام عندكم مين يا جماعه؟ ما انا اوده ما نعرفش مين. احد الناس من ما نعرفش مين اللي شهر الموضوع ده ان وكتب في الكتب وكل الناس كتبت انه يقتل يقتل يقتل. يا جماعه لا. فبيسالوا سفيان الثوري، قلت لك هقول اسمه كتير رضي الله عنه، فبيقولوا ماذا ترى في القاتل في المرتد؟ فقال الا ارى الا يقتل ابدا. الا يقتل ابدا ابدا دي يعني عارف يعني يا سيدنا يعني يرتد الظهر وبعدين المغرب وبعدين تاني يوم وبعدين يرجع تاني وبعدين الاسبوع الجاي مصر على هو على لا وبيكرره يعني خلاص ورجع وبقى مسلم وبقى بعد كده مش مسلم وعمال بيلعب قال لك سيبه يلعب هو مين هيسمع له اصلا. طيب ايه دليلك يا سفيان يا ثوري لما قلت انه لا يقتل ابدا؟ قال او لم تسمعوا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الله لم يكن لا يغفر لهم ولا سبيلا. الايه قالت عن عقابهم في الاخره والراجل ارتد ورجع وارتد ورجع يقول لك اصل ده كان في القوم اللي قبلنا. المهم ما اتغيرش. المهم ان القول ده ما جاش ربنا قال لك ايه لا يعني ايه اخرى من ارتد فاقتلوه مثلا. مفيش. فسفيان الثوري بهذا العلم في في في, في وقت قديم في يعني الفقهاء الاوائل قوي ازاي يصل الى هذا الحكم واحنا بقى دلوقتي بقى زمان زمان للموضوع الرده. بس عايز امنشن لحاجه، موضوع قتل المرتد ده كان بيحصل زمان. ليه؟ لان زمان ما كانش فيه طاقه، ما حدش كان عنده اي دي. فانا عايز اعرف انت من قومنا ولا من بره القوم، اعمل ايه؟ لازم اعرف انت دينك ايه. مش هتبعد وسطنا الا ما تكون دينك تبعنا. ده زمان قوي الكلام ده، من الاف السنين. مظبوط. حتى من قبل النبي مش كان فيه يهود بني قريظه ويهود بني النضير؟ بص يقول له انت منين؟ يقول له انا من يهود بني النضير. ما قالش الناشوناليتي، ما فيش جنسيه، ما فيش. فكان الدين يعرف ان ده من اتباع محمد مثلا صلى الله عليه وسلم، فيبقى عارف انه من قوم المسلمين اللي موجودين عند المدينه او مكه او بعد الفتح بقى كذا. فكان اللي عايز يدخل في البلاد جيوش يدمر او يعمل مشكله كان يعمل ايه؟ يدخل الدين بتاعك بقى في بلدك. فمن هنا بقى التحذير. انما الموضوع اتغير دلوقتي خلاص. وده ممكن انا اسف يعني ممكن اكون مخطئ فيه، بس حضرتك تفكرني لو انا مخطئ. يعني زي حرب الردة لما سيدنا خالد بن شفت بقى المفاجأة. مزبوط. يلا نقول المفاجأة تانية. هو مش مزبوط خالص. ايه بقى؟ نقول يعني المفاجأة التانية من اولها. اي والله انا اسف ان انا بصدمك النهارده يعني في العشر الاواخر الجميلة طبعًا دي. طبعا مفيش حاجة عندنا اسمها حروب الردة، دي خدعة خدعونا بيها لسنوات. ازاي بقى؟ اي والله مفيش حاجة اسمها حروب الردة خالص. مش في مسيلمة الكذاب؟ نعم. وفي اليمامة، موقعات اليمامة. طبعا. بس اللي منعوا الزكاة واللي منعوا دي اللي عملوا ايه؟ اللي منعوا جبنا منين الردة دي بقى؟ اسمها حروب مانعي الزكاة. الزكاة دي حضرتك زي الضرايب دلوقتي. هو اللي بيتهرب من الضرايب بتسيبه ولا بنقبض عليه؟ بنقبض عليه. هيعمل جريمة. الزكاة زمان كانت هي الضرايب، علشان كده حوربوا عليها. طب واللي قال ادعى النبوة ده موضوع اخر خالص، ده مسيلمه في اليمامه. مش في نفس ده نفس الحدث. لا ما هو نتيجه ما فعلوا 40,000 من 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 بني حنيف اللي هي قوم مسيلمه 40,000 ارتدوا. ده موضوع تاني. اوكي. انما احنا والدليل على كلامي ايه؟ حضرتك اي حاجه اقولها لك قول لي ايه الدليل، مش انا بس على فكره. اي شيخ بيكلمك قول له ايه الدليل، او لو ما قالكش يبقى اسمع من هنا وخرج من هنا. طبعا علميا لا، لحسن انت بتفرج عليك ناس دارسين فيقول لك فاكر ان الودنين منفذين. الدليل على ان اسمها حروب منع الزكاة ان سيدنا ابو بكر الصديق قال ايه؟ قال ايه؟ قول لي كده. والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم علي. علي. مش فين الردة بقى؟ هو الحرب على الفلوس، وده صحيح. ده بيحصل بين الدول لما في مواطن بيتهرب من دفع واجبه الوطني او واجبه المالي بيتقبض عليه فورا. استسمح حضرتك يا شيخ، هنطلع فاصل ونرجع نستكمل هذا الحوار الرائع. فاصل ونرجع تاني مع الشيخ خالد الجمل. نعود مع حضراتكم ليه شيخ خالد الجمل وحديثنا عن العشرة الأواخر وفضل هذه الأيام المباركة وإزاي الناس نقدر نستثمر هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه إذا أتى العشر الأيام من أواخر شد المئزر وأيقظ أهله.
وهنا عايزين برضو نشير الى بعض الحاجات اللي يعني زي ما قلت لحضراتكم لازم نلفت النظر واحنا بنتكلم عن الدين اهم من احنا نقول المعلومه اللي عندنا بس. مظبوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بييجوا يقول لك خلاص ايقظ اهله فتلاقيه بيتخانق مع مراته عشان تصحى ويزعق لاولاده انهم يصحوا عشان يصلوا الفجر او كده. مطلوب انك تقظ اهلك انما الحقيقه مش مطلوب انك تضايق حد. قال صلى الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى في قول اخر لا اكراه في الدين. فمطلوب جدا ان انت تبقى من بدري نقول لك رساله لكل اب وكل ام من بدري وولادك صغيرين تبدا تعودهم على هذه الايام المباركات العشر ايام الاواخر وتبدا تعرفهم اصلا من قبل رمضان ايه شهر رمضان ده واحنا بنعمل فيه ايه. شهر رمضان مش بس احنا بنعلق الزينه بس. لما بيبدا يكبر الولد او البنت نبدا نتخطى بقى مرحله الزينه شويه. نقول له يلا بقى نقرا القران صح وبعدين شهر رمضان ده هتختم كام ختمه وتعلي الموتيف شويه تقول له لو انت ختمت الختمه هجيب لك الشيء الفلاني كل واحد بقى لينفق ساعة من ساعته تمام. لما تيجي العشر ايام الاواخر هيبقى ابنك او بنتك او زوجتك حتى ما تبقوا متفاهمين على هذا الامر هيبقى مؤهل انه يعبد ربنا كويس. ودربنا نفسنا كمان يا شيخ من اول يوم رمضان طبعا اكيد هتزداد طبعا المفروض يبقى العباده طبعا. يعني زياده مزبوط. في كل الايام لكن لو زادت في العشر الاخيره يبقى احنا دربنا نفسنا من الاول. وكمان عندنا حاجه مهمه جدا شهر رمضان بالذات مهم جدا نعرف ان الهدف فيه مش انتهاء رمضان بعباده جيده احنا بنجهز لبعد رمضان. ولذلك ما خدتش بال حضرتك حاجه من حاجه في العشر الاواخر بالذات هي اسمها يوم القدر ولا ليله القدر. ليله ليه ليله القدر اتعملت بالليل او عرفنا عنها انها ليله مش نهار ليه؟ لحاجه مهمه جدا لانك الصبح وانت صايم اخلاقك مش هتلفت نظري. ما انت صايم ملاك ماشي في الشارع. انما بالليل انت مش صايم. فربنا بيأهلك لان تكون كما ستكون بعد رمضان. مظبوط. بالليل انت شخص عادي خالص لا في صيام ولا في حاجه. فوكأن قدر هذه الليله بيدربك انك تكون كالملائكه سلام هي حتى مطلع الفجر يكون فيها سلام زي ما يكون بعد رمضان لان بعد رمضان ما فيش صيام الصبح. ففي ليله القدر شوف بدات بليله مزبوط. عشان تتعلم انك تكون كده بعد رمضان مش مجرد بتعمل اكتنج او تمثيل كده وخلاص قدام ربنا عشان لله الله يعلم ما في السرائر. فربنا يقول لك يلا وريني بقى انت في الليله دي هتجتهد ازاي عشان نشوفك بعد رمضان. طب انا اسف يا شيخ يعني معنى كده ممكن افهم ان لو سلوكي اتغير بعد رمضان إذن عبادتي كانت ظاهرية بس مش بإخلاص. تقصد أنا هتغير للأسوأ؟ للأسوأ علشان إحنا عايزين زي ما حضرتك بتقول عايزين نحرص على أن يبقى بداية كويسة لينا نكملها لغاية رمضان اللي بعديها. معلش يا سامح لو ده حصل معايا طب إزاي؟ يعني إزاي أرجع أستعيد الروحانيات بتاعت رمضان دي بعد انتهاء رمضان؟ خطة لطيفة نعملها بس مش في العشر الأواخر. العشر الأواخر دي إحنا عاملين زي خيل في السباق أو الناس داخلين سباق وخلاص الفينش لاين في قدامك. هتهدي ولا هتجيب أقصى سرعة؟ العشر الأواخر دول أيام معدودات خلاص. أنا بسميه سوق المغفرة. سوق المغفرة بيخلص الناس هتلم حاجتها وتمشي. فإلحق دلوقتي في العشر الأواخر دول. إنما بعد رمضان أقول لك على نصيحة لطيفة جدا تعملها علشان تحافظ على اللي عملته في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت خلاص خد عهد من هذه الأيام. أنت عندك 10 أيام بعشرة تاسك أو 10 مهمات. كل يوم تعمل حاجة تختار أنك هتعملها في بعد رمضان. يعني تتعود على يوم كله صدقات. أنت النهاردة نازل في جيبك مبلغ مالي كل واحد بقدره يا رب جنيه. تكتب عند الله كجبل أحد لو أنت صادق فيها. صح. فالنهاردة يوم صدقة أدي يومه. طب بكرة إن شاء الله صلة الرحم. بكرة إن شاء الله هكلم ولاد عمي كلهم. أيوة بس هيقولوا أنك بتكلمهم عشان عايز حاجة. هو ده. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. مش ليلة قدر. صح. اليوم الثالث يلا بقى فكر بر الوالدين أمك اللي تسأل عليها كل شهر. ولا كل أسبوعين معلش يا ماما عشان الشغل. لا النهاردة يوم أمك أو يوم أبوك. أختك ولاد أختك ولاد أخوك ولو متوفي يا سلام النهاردة طبعا. طب بعد اليوم الرابع بص عاملين يعد بقى وكل واحد وانا بتكلم انت عندك بقى في دماغك حاجات طبعا. في يوم منهم
اللي المفروض نكون مكملينه من كل رمضان. ايه هو؟ قراءة القرآن. طبعا ده من رمضان كده طبعا كده. انما انا عندي حاجة برضو يعني مش قادر اقول اهم، لان لا يوجد اهم من القرآن. مش احنا في العشر الاواخر بندعي نقول ايه؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. تحب العفو طبعا. النهاردة يوم العفو، صعبة دي بقى. ودي بقى اللي يجيبها كأنه جاب ليلة القدر. لا تشغل بالك بالعلامات. انا عارف انك اكيد عايز تسالني ايه هي علامات ليله القدر، ايه هي، هل هي ليله ولا هل هي لا، الموضوع الموضوع فيه ولا حديث كل كبير. واحد ليله ولا طبعا إيه؟ طبعا، لان لو كانت العلامات ثابته بصفاء الجو يبقى اللي في لندن عمره ما هيشوفها في مدينه الضباب. يبقى يتظلم يا عيني. طب الراجل اللي في ايسلندا اللي الثلج 24 ساعه ده، طب البلاد اللي ما بيطلعش فيها نهار اصلا وبيطلعش فيها ليل اصلا، لا الامور دي ليليه، لانك هتلاقي كل العلامات فيها هدوء وصفاء للنفس وليلة. ربنا بيقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله. سلام بالنسبة لك، سلام بالنسبة لانت اديت له صدقة. تخيل انك تدخل هذا السرور كما جاء في الحديث، السرور تدخله على مسلم، تيجي في يوم من العشر الأواخر تروح مدي الواحد مثلا 1000 جنيه. فانت مخطط ان 1000 دي هتتقسم على 10. لا، تروح واخد 1000 جنيه دول بديهم لواحد مصاريف ابنه، فرحته عامله ازاي؟ خلاص مبروك. المفاجاه في الفرح مبروك. دي حاجه عظيمه جدا. وده اللي موجود في ليله القدر. في خاصيه مهمه جدا في ليله القدر، عارف ايه هي؟ ايه؟ انها مخفيه عننا. يا ترى ليه اختفت عننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه علم او عرف ليله القدر، يقول في الحديث وفيه روايات كثيرة، خرجت لأخبر بها الناس في المسجد فإذا برجلين يتلاحيا، يعني بيتخانقوا، أنت اسكت وأنت، فالنبي بيفض بينهم، فقال في الحديث فنسيتها، يعني تنسيتها. شوف دقة الحديث، عشان ما يقولش نسيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى وحيا وما ينطق عن الهوى. فشوف قال إيه في الحديث ده، برضو رسالة كده بسرعة، اللي بيقولوا الحديث مش صح، بص ضبط اللفظ، فنسيتها، فعلا بقول مبني المجهول وفاعله معلوم والله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانه بيقول لهم مش اتخانقتوا على الدنيا؟ طب يلا اجتهدوا بقى فيها عشان تجيبوا ليله القدر. فليله القدر مخفيه عننا لسبب مهم جدا، كل ما خفي عن البشر فله قدر عظيم عند رب البشر، ورحمه طبعا من ربنا سبحانه وتعالى عليه. طبعا. انما انت وانت مش عارف امتى ليله القدر، هتقعد تذاكر كل يوم، تجتهد صح كل يوم، لانها لو احنا عرفناها خلاص، وهي اليوم ال 23 هيبقى نهايه رمضان بالنسبه لنا. هي تخيل بقى ان اغلب الفقهاء قالوا انها اخر مغرب، اخر ساعه في اخر ليله في العشر الاواخر عشان نغتنم. مين هتلاقي المساجد كلها فاضيه؟ هو ده بقى سيدنا زين العابدين يقول في الشعر، كان مره بيطوف الأصمعي، كان بيطوف بالليل، وكان مشهور بقى، معروف، عالم كبير، شاعر كبير. فبيقول، هو بيحكي، بيقول فخاف من الناس، الجمهور عليه بقى، الفانز يعني بلغتنا دلوقتي. فقال لك انزل اطوف الفجر. حلو. فبيقول نزلت اطوف فاذا برجل ضعيف فقير، شكله كده الدنيا ضلمه، ما كانش في نور زمان جامد قوي، مفيش نور خالص. يقف عند استار الكعبه يبكي. فبيقول سمعته بيبكي بيعيط قوي، فقربت منه بقى، قلت اقرب له، اقول له انا يا سيدي الاصمعي، يا سيدي اتفضل انا مولانا، تعالى بقى لو عايز اي حاجه. يقول فبسمعه يعني، وانا وهو بيقول فسمعته يقول قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وانت يا حي يا قيوم لم تنمي، ادعوك ربي حزينا هائما قلقا، ادعوك ربي بحق البيت والحرم، ان كان عفوك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العصين بالكرم. الله. فقال لك ايه اللي بيقوله ده؟ شاعر بقى. فبيقول فوضعت يدي على كتفه، اتخض، فوقع مغمى عليه، بيقول لي ببص فاذا به زين العابدين، جده سيدنا رسول الله. الله. فقال له انت يا امام، انت ها هنا، انت ها هنا تزرف الدموع عند الكعبه، ونحن ماذا سنفعل؟ فاذا به ينظر اليه وقال اسمع يا هذا، انا مش عارفه، لقد خلق الله الجنة لكل طائع ولو كان حبشيا، وخلق النار لكل عاص ولو كان قرشيا. مفيش عندنا واسطة، ما تخشش بالكارت. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكرا. سيدنا النبي، سيدة عائشة تقول له صحيح، والله ربنا يبارك فيك فكرتني بيها،
ازاي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف يصلي لغايه ما رجله تتورم؟ يعني ايه تتورم؟ زي بعض الناس بيجي لهم دوالي، الرجل الدم من كتر الوقفه. صحيح والموضوع منطقي، لقد غفر الله لك كل ذنبك، ما فيش ذنب اصلا رسول الله. فشوف يقول لها افلا اكون عبدا شكورا. فتخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، امال احنا المفروض نعمل ايه في العشر الاواخر؟ فهذه الايام ينبغي لنا ان يعني يكون لنا سيدنا رسول الله أسوة حسنة كما قال الله تعالى عنه. أنت في هذه الأيام تجتهد بنفسك، خد بالك حاجة مهمة جدا، أنت مسؤول عن رعيتك، بس مسؤول عن رعيتك في إبلاغهم. مش لسه قايلين إنما أنت مذكر لست صح. عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، مش أنت برضو صح. شوف الخطاب على العذاب الأكبر، إن إلينا برضو ربنا إيابهم ثم إن علينا برضو. تخيل مش ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فوانت خلاص ايقظت اهلك مره، بقول لك ايه، ما تيجي تقومي تصلي معايا الفجر مره واثنين، ما حصلش كل نفس مما كسبت رهينه، خلاص لا تكلف الا نفسك طبعا. خلاص اولادك وهم صغيرين تقدر تقول لهم، بقول لك ايه، ما تيجي تصلي بيا امام، انا عايز اسمع صوتك في القران، اعمل ادي حافز. هو ينفع ابن الصغير؟ ينفع، هات ابنك لو بيقرا وكبير عنده 17 18 سنه، ده هو ده اللي يصلي بيك امام، وتسمع صوته وتعمل جو تديله الثقة طبعا طبعا، وتخليه في هذه العشر الأواخر محاط بدين ربنا، تخليه مشغول. قل له خد بالك، انت لو خرجت مع أصحابك وتتفسح بما هو مباح على فكرة، مش غلط انك تتفسح بالصحيح، انما لو هو نفس الموضوع في العشر الأواخر يبقى عندك مشكلة. يبقى ما فيش زي الأواخر زيهم زي اي اثنين وثلاث وخميس. انما لازم في العشر الأواخر يبقى في حاجة خاصة. يا راجل ده اللي بيذاكر في الجامعة بيجي ايام الامتحان ب 10 15 يوم لازم معسكر، مهما كان لو نعمل معسكر مش كده، واحنا كنا بنطلع الاوائل زي ما كل الاباء بيقولوا. فلازم يعمل المعسكر ده. فاحنا في الايام دي مش هتيجي زيها تاني الا السنه الجايه، مين يعيش؟ والله كان معانا ناس كانوا معانا في رمضان اللي فات، نسال الله ان يغفر لهم ويرحمهم، كانوا معانا مش موجودين يا رب. فربنا سايب لنا الفرصه. يبقى اول حاجه نبدا نقسم الايام زي ما قلنا، كل يوم عمل عشان نتعود عليه بعد رمضان. نمره 2 الدعاء. الدعاء هتعمل ايه في الدعاء بقى؟ الله لا يحب التكلف في الدعاء. يعني ما تقولش اللهم يا فالق الحب والنوى، اللهم يا فالق القمر، اللهم يا مخرج السحاب، الله لا، الله لا يحب منك ذلك لانك بتتكلف من فضلك. مش ده مديح او ما هو لا يكلف يعني؟ الله نفسا الا وسعها، لو ده وسعك اعمله طبعا. في ناس كتير تقول لك انا ما بعرفش ادعي. ايوه شفتي حضرتك مظبوط، فبيبقى النتيجه زي ما حضرتك بتقولي انها ما بتعرفش فمش بتدعي. نقولها لا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع جميل، وكل احاديث النبي رائعه وجميله طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله اني لا اجيد دندنتك او دعائك، الدندنه يعني الدعاء، اني لا اجيد دعائك ولا دعاء سعد، سيدنا سعد بن معاذ كان مستجاب الدعوه، حاجه كده كرامه بركه، يدعي تستجاب، حاجه عجيبه جدا. فالراجل يبدو الصحابي الجليل كان بيسمع دعاء بقى الدعاء النبي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هديت القرآن كلها وأجمل كمان وحاجات جميلة زيها يعني. فعايز يعمل كده، فقال له يا رسول الله أنا ما بعرفش أقول الكلام المرمق المرتب ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل في سؤال في أي حديث إلا ما يقول أخبرني عن الإيمان مثلا. فالنبي يقول كذا، النبي يقول مثلا صحابي ألا أعلمك كلمات، فيقول له كذا، احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. انما في الحديث ده بالذات لقينا اجابه غريبه خالص، اللي هو السؤال عن الدعاء. فقال يا رسول الله اني لا اجيب دعاء لا اجيد دعاءك ولا دعاء سعد. فقال صلى الله عليه وسلم انت ماذا تقول؟ الله، ده النبي ما قالوش، كان ممكن يقول قل كذا وكذا. فقال انت ماذا تقول؟ قال اقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. فقال حول ذلك ندعو او ندندن كما جاء في الحديث، وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا على ذكر الدعاء موحدة، نعم، عايزين حضرتك يعني نتوجه كده بالدعاء بإذن الله. بس انا هستأذنك هدير بعد اذن حضرتك شيخ، قبل ما نروح لده، بصفة عامة في شهر رمضان الكريم كله، صلة الرحم الكثير من البيوت بيبقى في انقطاع صلة رحم، ويبقى بتبقى ثقيلة على النفس، ان هم يوصلوا من قطعهم، وبنبقى عارفين ان احنا المفروض نصل ما قطعنا اصلا، بس بتبقى ثقيله عليهم، وبيبقوا ما بين نارين، هل احنا كده يعني بنرتكب ذنوب وحاجه شوف عظيم، ولا
تمام. هو القاعدة بتقول أن الأجر على قدر المشقة. الأجر على قدر المشقة. يعني إيه الأجر على قدر المشقة؟ كل ما تعبت كل ما خدت أجر وثواب. والله واحد يقول لك لا أنا مش عايز أتعب من فضلك، أنا عايز أخد الثواب بتاع الراحة، خلاص خليك رحمك مقطوعة وسايبها أنت حر. إنما واحد عايز ياخد البونص ده، ده أنا لو قلت لك الشهادة اللي أنت حطها في البنك في اليوم الفلاني هيبقى عليها 200% من قيمتها، بس بشرط. أقول لك تقول لي إيه؟ أقول لك هتصلي الفجر النهاردة في المسجد. طبعا كل المساجد مش هتفضى من العشاء قاعدين مش كده، قاعدين على باب الجامع. طب يا سيدي انا ما بقولكش كده، ده انا بقولك ان ليله القدر خير من 1000 شهر. وبالمناسبه كثير من الناس يقولك 84 سنه ويقعد يحسب 1000 في 12 على 56 في... لا دي من صيغ المبالغه. وين يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، او عفوا الايه قالت خير من 1000 شهر مش 1000 شهر. ايوه صح. ايوه صح. فانت زي ما قلت لسيادتك اي حاجه مخفيه لها قدر، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. مزبوط. فباذن الله في هذه الايام المباركات نتوجه الى الله بالدعاء، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يقبل منا دعاءنا. اللهم اجعل في هذه الايام المباركات ان تقبل منا دعاءنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم انا في هذا الشهر الكريم قد قمنا وصمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم ببركه هذه الايام المباركات ارزقنا بركه تحفظ بها اولادنا وتغفر لنا ذنوبنا وتغفر بها ذنوبنا وترحم بها أمواتنا وترزقنا أموالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم في هذه الأيام المباركات لا تدع لنا ميتا إلا رحمته، ولا عبدا إلا غفرت له، ولا ذنبا إلا سترته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالقرآن بكل سورة فيه منك سورا تباعد به بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا القرآن، وأن تشفع فينا الصيام، وأن تشفع فينا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبنائنا وأولادنا وأحفادنا. اللهم اغفر لأزواجنا. اللهم احفظ بناتنا ونساءنا وعفهن يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وعفهن واحفظهن يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا كل سوء. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم قوي جيشنا. اللهم قوي جيشنا. اللهم احفظ ولاة أمورنا في كل أمورهم ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا الجمع إلا جمعا مغفورا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا ولجميع خلقك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله كل الخير. بارك الله فيكم. وده خير الختام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للشيخ خالد الجمل على وجود حضرتك معنا النهاردة. نورتنا وأسعدتنا. كل سنة وحضرتك وحضرتك بخير يا فندم. شكرا جدا. شكرا يا فندم. كده مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة النهاردة. دايما نشوفكم على ألف خير.